بس خلاص عارفين يعني. We have spoken with the director and he has finally reduced the shift to 9 hours taking care of these lunatics. اوكي اول شيء هذا اللغز اللي هو no numbers may repeat in any row or column. لا تعيد اي رقم في العمود او في الصف. وتنفذ العمليات الحسابية. هذول ما تقدر تغيرهم. هني اكيد واحد. واثنين زاد واحد ثلاثة. هنا يقول لك ناقص يعني عملية طرح والناتج ثلاثة. فاربعة ناقص واحد ثلاثة. هنا عملية ضرب والنتيجة واحد. أكيد هنا ثلاثة أتوقع. وهنا أكيد واحد. ثلاثة في واحد ثلاثة. هنا بيتبقى الاثنين أكيد. هنا 24 ضرب. لحظة. هي 24 ضرب. فثلاثة في اثنين ستة. ستة ضرب كم مصير؟ أربعة. لأن ستة في أربعة 24. هنا راح يتبقى الاثنين عشان يكمل العمود اثنين. وهنا اكيد الاربعة لان اثنين في اربعة ثمانية. طيب هنا جمع تسعة. هنا ضرب ثلاثة. ما في الا الثلاثة والواحد. ثلاثة واحد. وهذول جمعهم اثنين زائد ثلاثة زائد اربعة تسعة. بس بتحط هنا اكيد اثنين. وبتحط هنا اكيد اربعة. وبتحط هنا ثلاثة. اوكي صح. قال لك الوقت حق الـ start time 9. طيب نحط هنا هذا العمود الساعات وهذا الدقائق. فتسعة الدقائق ما ندري بس هو الشفت 9 ساعات يعني الشفت بينتهي 6. نقول مثلا ده 9 او لا 9 وربع. تسعة وربع ينتهي ستة. اوكي حلو. بعدين وش سوينا؟ بعدين نحل هذا الجرعات كجون 500 وحاجة. مايك حاجة وخمسة وتسعين. وهذا 200 و إلا في النص يبغى هذا 100. لحظة جون ومايك وكليو وآدم. جون ومايك مجموع جرعاتهم 700 وكلي وآدم 300 لأن المجموع الكامل 1000. ويبغى علامات الاستفهام 700 جون ومايك. جون ومايك 700 كم قلنا احنا؟ مش 700 195 وكو هذا 505. اوكي 5 1 خمسة واحد. وهدول 300 فهذا أكيد صفر محل في النص صفر. وهذا 100 المفروض. أوكي يعني يصير 5 1 5 1 0 1 5 1 0 1.
خمسة واحد صفر واحد. أيوة بيعطيك حل شو اسمه الباب. أوكي تنتين بعدين نحطها. طيب الآن الثنتين هذه نتركها وهذه نتركها وهذه نتركها. أوكي الحين حل لغز الاسم. What the hell? Am I the only one alive? أليكس طلعت مرة أنا أفكر رجال طلع وتفاجأت أن كل زملائها انقتلوا وهي الوحيدة الحية. طيب وش قلنا احنا؟ قلنا مايا نسيت مايا هذا اسمها مايا عشان الثالث الثاني والرابع مايا. ايه اخذنا الاليكس حرف الاليكس حرف ال تاخذه من كليو. كليو سي ال كليو اتوقع هذا كليو حرف ال. اوكي بعدين حرف ال نحتاج اللي هو هذا اخر شيء. الاكس تاخذه من نوكس. نوكس وين نوكس؟ نوكس هنا هذا. اوكي بعدين قلنا اوكي ايه والال قلنا هذا والاي هذا والاكس هذا تمام. هذه نسيت كيف حليتها. وبس هذه خبصت وبس. يمكن اني حطيت اتوقع حطيت اتوقع الاخضر هنا. ايه بهالشكل وبس. بعدين فتح لنا وحطينا اول واحدة فوق بعدين في النص فوق بعدين في النص بعدين قلنا هادي فوق هادي في النص بعدين هذول هنا واخر واحدة في النص. يا سلام دا عارفينهم بسرعة. اذا توك كم قعدنا عليه؟ يمكن نص ساعة او 40 دقيقة. طيب بعدين عادة الدوخة هناك هذاك المكان اللي جنبنا. What is this place? What is this place? هنا هنا الداخل. طبعا هذا عرفنا مش يقصد به. إن مثلا هنا ثلاثة فتحط ثلاثة على حسب الأضواء. هنا أيضا ثلاثة تحط ثلاثة. هنا واحد ما تحط إلا واحد. اثنين يعني هنا. اي هذه اللي وقفت عندها اخر هذه اللي طلعت روحي. طبعا هذه هنا هذه وينها مكانها؟ هذه هنا
لا لا هناك. هذه معناها أكبر. الرصاصة أكبر من الأزرق، والأزرق أكبر من الأخضر. وها والعكس، إذا بالعكس يعني أصغر، يعني الأحمر أصغر من. فعلى هذه تبني. فتحطهم هنا الرصاصة أكبر. بس تشوف الأكبر والأصغر، والأخضر أكبر من الأزرق، والأخضر أكبر من الأصفر، الأصفر أكبر من الأحمر. مثلا هنا أخضر، شوف هذه اللي يقابلها، فتبغى شيء أصغر من الأخضر، مو يعني يا أزرق يا رصاصي. شو طيب تشوف إلا جانبها، إلا جانبها هي اللي تحدد، إلا فوقها أكبر من إلا جانبها يعني رصاصي. شوف يعني تأخذ الثنتين، يعني هنا بتحط شيء أكبر من الأخضر اللي هو الأزرق أو الرصاصي. تتحدد من هذا، وش الشيء الوحيد اللي أكبر من الأزرق؟ الرصاصي. لأن هنا لازم شيء أكبر من الأزرق، فمالك يعني هنا لازم رصاصي، لازم تحسبها كذي. بعدين شوف هنا الدائرة كلهم أكبر، لأن الرصاصي هو أكبر واحد، هو أكبر من الأصفر. طيب هنا تحط مثلا، طيب شيء أكبر من الأصفر تقدر تحط الأخضر، الأخضر والأزرق. شوف جرب الأزرق، جرب مثلا الأزرق. لا ما يمديك تحط الأزرق هنا لأنه لازم تحط رصاصة هنا، فهنا ما يمديك تحط شيء أكبر من الأصفر، هنا تحط الأخضر، مالك إلا الأخضر، مالك إلا الأخضر، الأخضر أكبر من الأصفر. الحين شيء أصغر من الأخضر عندك الأصفر والأحمر، حط الأصفر مثلا هنا، مالك إلا الأحمر. هنا ممكن الأخضر، ممكن الأزرق، شيء أكبر من الأحمر. لحظة، هذه بتحدد، إلا هنا إلا في النص لازم تكون أصغر من الأحمر. أجل مو أحمر هنا، هنا أصفر. لا لا ما يصير أصفر، اللغز يا الله يخربط. حطيناه لأن الشيء الأحمر أكبر منه، أكبر من الأحمر، شكل الأحمر ما في شيء أكبر منه. أصفر، شيء أكبر من الأصفر حطينا الأخضر، وشيء أصغر من الأخضر لو نحط الأحمر مثلا.
الأحمر أصغر من الأخضر. لا، شيء أكبر من الأخضر. حولت أنا. شيء أكبر من الأخضر الأزرق. والأزرق أصغر من الرصاص. طيب الأزرق أكبر من الأخضر. أيوة، وهنا أحمر. وهنا أزرق. لا مشكلة، كأني بس نفسي تأيست. أكيد خطأ، أكيد. يمكن هذا أصفر. الأصفر أصغر من الأخضر. طيب هذا أزرق. أحسها موجه. شيء أكبر من الأصفر. هنا يا أزرق يا أخضر. نقول أخضر مثلا. إذا قلنا أخضر لازم هنا أحمر أو أصفر. لحظة، لازم هنا أزرق.
لا أنا لازم الكل أكبر. شوف أحط هنا أحمر. الأزرق أكبر من ليش غلط؟ أوه الأصفر مش أكبر من الأخضر، يمكن أعكسهم، يمكن أعكس هذا. ايه هذه اخيرا اداء خلاص. صعبه صعبه. ريد ليفر طيب الحين we have finished all phases of investigation. We can start now mass production. Okay. أيوة هذه الدوخة. You cannot see it. احنا مش كنا حطل علينا هن. You cannot. هذه أربعة. هذه لما تحط الأربعة هنا تصير ثمانية. الظاهر هذه نفس انت. انت مثل الآلة الحاسبة لما تحطها تشوف بشكل خفيف الآلة الحاسبة ان كل الأرقام ثمانية، لأن الثمانية تقدر تسوي يعني هذه لو افترضنا هذه الثمانية أقولك حولها أربعة تشيل الثلاثة هذولا اللي حاطينهم لك، هذا قصدهم. لو أقولك سويها تسعة يعني افرض هذه ثمانية أقولك سويها تسعة أقولك شيل هذا، فهو يبغاك تحط يعني تتخيل إن ثمانية و يعني وشو عشان تكتمل الثمانية. يعني مثلا هنا تتخيل هذه الثمانية فيصير صفر لو تشيل هذا بس، وهنا تصير هذه أربعة. تتخيل الثمانية وتشيل هذا كله تصير أربعة. تتخيل الثمانية وتشيلها تصير واحد. صفر أربعة واحد. وهذا تشيل تصير خمسة. صفر أربعة واحد خمسة.
صفر أربعة واحد أوكي هذا قصدهم صفر أربعة واحد خمسة باي هدفك البطاقة نسم لحظة انفنتر وش هذا البطاقة شوف هي هذه الشرائح باك تحط الأرقام من هالشرائح هذه احنا طلعنا هنا هنت من شوي وش الهنت كان ايوه هذا هو 26 واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة يمكن قصدهم ان الخطوط الصغيرة هو الرقم والخط الكبير هو فاصل يعني اثنين هذا اثنين هنا هذا فاصل عبارة هذول ستة اللي صار وهذا فاصل فالظاهر تحسبها بهالشكل فتدور على اثنين بنفس الحركة ثمانية اثنين عشان اشوف هذا اثنين أربعة فواصل كبيرة لحظة ما يبين المفروض سووها أحسن من كذي لأنك أصلا لحظة هذا اثنين هنا طيب وهذا شوف هذا أربعة بعدين فاصل أربعة لا هذا أربعة أربعة لا. شوف هذا ثمانية عدل هذا ثمانية اثنين اوكي هذا هنا طيب هذا اثنين اربعة لا هذا اثنين ستة ده هي ستة وعشرين هذا اربعة ايه هذا اربعة اربعة اثنين حلو اوكي طيب هذا حل هذاك هذاك اللغز الداخل لا مش هذا له واحد اتوقع رقم واحد ايه هذا الهند إلا بالمجهر أقول لك شوف هذا ثلاثة هذا قصدهم عدد المثلثات يعني هذا مثلث وهذا مثلث والمثلث الكبير ثلاثة هذا ثلاثة وهذا واحد وهذا يبغالي أروح أحسبه هذا مثل واحد اثنين ثلاثة ثلاثة داخل والكبير أربعة والوسط خمسة ثلاثة واحد خمسة ثلاثة واحد خمسة
ثلاثة واحد خمسة. وش فيه؟ اوكي هذا اكيد احطه هناك. اورنج ديسك محل هنا. وش انفتح؟ في شيء انفتح.